بسم الله الرحمن الرحيم مستمعينا الأعزاء، شوطنا الثاني للجحدان الصعوب، نتمنى التوفيق والناموس. شكرا لصاحب هذه المكرمة في هذه الأشواط، أشواط الصعوب محمد بن أحمد بن عبد الله بن هلي. أذهب إلى الصدارة إلى المركز الأول، ما شاء الله اللي في المركز الأول حملول عبد الله بن سعيد بن عبد الله المهيري، بينما اللي في المركز الثاني وشامل سعيد بن أحمد بن سعيد بالرفيع نقلتنا لرادار أحمد بن عبد الله بن محمد بن هلي ثالث المراكز، وفي المركز الرابع من حاشي سالم بن حزم محمد الخاطري، بينما اللي في المركز الخامس هناك شاهين لمطر بن علي بن معه الغنامي. هكذا هي النتيجة، هكذا كانت النتيجة، ما شاء الله ما شاء الله يا وشام أو شام شام نوح على المركز الأول لسعيد بن أحمد بن سعيد بالرفيعة. النقلة على المركز الثاني، من يأتي شعار عبد الله بن سعيد بن عبد الله المهيري ثالث المراكز رادار أحمد بن عبد الله بن محمد بن هلي، من يأتي بثالث المراكز. هكذا هي النتيجة، هكذا كانت النتيجة، هشام مسيطر على المركز الأول لسعيد بن أحمد بن سعيد بن رفيعة. نقلتنا على رادار ثاني المراكز أحمد بن عبد الله بن محمد بن هلي، ولكن هل العوير هل العوير هم الأقرب للناموس. تهانينا لمالك هشام سعيد بن أحمد بن سعيد بن رفيعة بمناسبة فوزه بأول المراكز، يقترب رادار في اللحظات الأخيرة، ولكنه شاب سيطر على الموقع. المركز الثاني أحمد بن عبد الله بن هلي، المركز الثالث سالم بن حسام بن محمد الخاطري، فذهبت الخنجر إلى هشام. تهانينا لمالك سعيد بن أحمد بن سعيد بن رفيعة. توقيت الزمني 1:46:91 جزم الثانية. تهانينا والناموس.